التجند من أجل محاربة انتشار فيروس كورونا، تراه العديد من المؤسسات والجمعيات واجب يستدعي تأهبهم في ظل هذه الأزمة. فمؤسسة السي فارما بالتعاون مع جمعية ناس الخير تبنت العديد من المبادرات الخيرية. مخابر السي فارما توجور في الحادث وتوجور تحب تعاون وترى ان هذا واجب عليها طونك رانا في الدومين تاع الصحه ونعرفوا المخاطر اللي راهو يتعرض لهم لو ميدسان وكذلك المواطن. قررت مخابر السي فارما باللي تقوم بعده اعمال خيريه مع بالتعاون مع مؤسسه ناس الخير. احنا كمجتمع مدني يعني مواطنين متطوعين، ولكن متطوعين لابد ان يكون عندهم يعني كل مستلزمات باش يقوموا مثلا كيما الكمامات والموارد الغذائيه. فهنا رحنا فيغ لي سبونسور فيغ الممولين اللي هما القطاع الخاص، وهنا كان الحمد لله تجاوب كبير من جهتهم اثر هذا الشيء كامل اللي راه ساري علينا. زمن كورونا يستدعي الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى ولو كان ضمن العمل الخيري، ما جعل كل من مؤسسة السي فارما وجمعية ناس الخير تقوم بوضع استراتيجية تتوافق مع الوضع الحالي. اليوم رانا في لاتولي تاع الخياطه للكمامات الطبيه اللي حتتعقم ان شاء الله من خلال مرورها عبر الصيدليه المركزيه للجزائر، ومن ثم توزع على مختلف مستشفيات الوطن على حسب الحاجه ديالهم. وثانية قمنا بأعمال أخرى من بينها تعقيم الأماكن العامة. إحنا رانا كما قال متطوعين، لازم أول شيء لابد أنه إحنا أولا نحمي روحنا، وإحنا أيضا ما نكونوش وسيلة نقل هذا الوباء هذا في كل في من هذا الشيء اللي نصبنا كارمو خلية ناس الخير إيمال جوسي يعني اللي بخصون الحمد لله ونا ايتي ام تي بو فورمي بور جوستومون فار فاس ا سا ما نكونش ناسي. ومثلا كما دوقا وجاي رمضان إن شاء الله، دونك القفات إحنا اللي نمدوهم للأشخاص باش يعني نستفادوا هذاك التجمع تاع الناس. التزام تاعنا مع الاشخاص المعازين لابد ان يكون ويكمل مهما كانت الظروف. فحولنا اجي تفطر الى نجيب لك تفطر. التضامن شيمة لطالما عرف بها الشعب الجزائري بمختلف شرائحه خصوصا في الازمات، وها هو زمن كورونا يثبت ذلك.